شنو معاناتكم بخصوص المدارس؟ مدارس ماكو حاليا، يعني رغم ما كربانات وكادر ماكو، كادر تدريسي ماكو. يعني بالمنطقة القديمة؟ بالمنطقة القديمة نعم. زين أطفالكم وين يقضون؟ والله أطفالنا اللي قاعدين بالبيوت، اللي مجبور ينطي اشتراكاته على هالوضع وعلى يعني وضع مأساوي، لا شغل لا فلوس لا عمل. ما عنده حق اشتراك شلون؟ والله ما عنده، يقعد ابنه بالبيت ويقعد ويسكت. لحد الآن ما رجعت مثلا مدارس أو كوادر تدريسية في المدارس بالمنطقة القديمة؟ والله ماكو، ضعيفة كلش ضعيفة. ما رجعت التربية ما؟ والله التربية قال لي يرحم أبوك، إحنا راجع لهم الحكومة التربية تجي هي تشوف المعاناة مال الناس. إيه ما يخال، ما هي ما قصة الكربانات، أتمشي شغل أحسن من ماكو. بس خلي عمرو مدرسة الطاهرة، مدرسة الطاهرة اللي بنص سوق الشعارين مقابل جامع النبي، والله ما هذاك التدمير، لكنه مرة يقولون الكنيسة تعمرها، مرة يقولون الدولة تعمرها، مرة يقولون منظمات تعمرها. أهل المنطقة اللي ماكو مدارس يروحون على مدرسة الإخلاص ومدرسة حفصة، ايش يسوون؟ ما عنده اشتراك شلون؟ ايه ما والله هو ما بعيد ذاك البعد المدرسة، بس شنو الزحام بها؟ الزحام تعرف شلون؟ يعني كل اربع طلاب خمس طلاب قاعدين على رحله واحده. انا رحت شفتهم بالاول ابتدائي كل اربعه خمسه قاعدين على رحله واحده. والله مدارس مسيئه كلش. لان هاي المدرسه يعني الفضل يعود للمنظمات. جت المنظمه كملت ان هي كرفانات وخلت العالم شويه ترجع. معقول احنا 2019 كرفانات؟ 2019 كرفانات وراح نبقى على الكرفانات، يعني ماكو عمر. عندنا هسه ثلاث مدارس متوسطه هنا بهاي المنطقه جوا، ثلاث مدارس. بعد ما كملت، بعد سنتين الاخ ما تكمل، ثلاث سنين الاخ ما تكمل. واللي كملت ماكو كوادر. كل صف ماكو كوادر. وين الخريجين؟ الخريجين اللي يتخرج وواصل ودراسه واصله ما يقدموهم، ما يروحون يتخرجون يقدموهم على التعليم، يعلموهم يصيرون معلمين، يفتحون المدارس، يشجعون هاي الاطفال. شوف هاي المدرسه دحك، كملوها المنظمه، شوف هذا رصيف وهو رصيف ما حد نظفه، شوف الاوساخ. ماكو حكومه وين؟ مدارس ماكو قريبه منكم، شلون اطفالكم؟ والله اشتراكات على نوديهم، قول ما عنده اشتراك مقاعد بالبيت لا يقرا ولا يكتب، فشل. ايه مبطلين المنطقه القديمه، ما راح تعود الى ماكو نصها ما راجعه من المدارس، كلها تقول تعليم بالايسر احسن من الايمن، المعلمين بالايسر احسن من الايمن. نعم كوادر تدريسيه الحكومه، اصل الحكومه هي خلت زادت ثقل على ايسر اجل من الايمن. من يتحمل مسؤوليه هذا الكوادر؟ كلها تتحملها الحكومه، هي المحافظه، مجلس المحافظه.